طرق قرآنية. طرق قرآنية. الفرق بين البدن والبدن. البدن بفتح الباء والدال هو الجسد، كما قال تعالى حاكيا مشهد غرق فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي فاليوم نلقي بجسمك الذي خلا من الروح على مكان مرتفع من الأرض لتكون عبرة وعظة للأحياء الذين يعيشون من بعدك. أما البدن بضم الباء وإسكان الدال فهي جمع بدنة، وتطلق على الإبل التي تهدى إلى البيت الحرام للتقرب بها إلى الله عز وجل، وسميت بهذا الاسم لبدانتها وضخامتها، كما في قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. طرق قرآنية.